متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية في المملكة. تأثرت أجزاء واسعة من غربي المملكة اليوم بحالة مطرية كانت غزيرة وكانت رعدية في العديد من المناطق. كما نلاحظ أن بداية هذه الحالة كانت من ساعات الصباح، مناطق ينبع تعرضت لزخات رعدية من الأمطار وامتدت لاحقا إلى مناطق عدة من المدينة المنورة. لاحقا خلال ساعات الظهيرة والعصر تشكل حزام رعدي ممتد من المناطق الشمالية حتى الجنوبية، شمل كل من مرتفعات أبها وعسير وخميس مشيط والباحة ومرتفعات الطائف وحتى الأجزاء الغربية من تقريبا مرتفعات مكة المكرمة وصولا إلى كامل مناطق المدينة المنورة وشمالا حتى مرتفعات تبوك والحدود الأردنية السعودية. وامتدت بعض من هذه السحب الركامية الرعدية شرقا باتجاه مناطق حائل. جميع هذه السحب بحمد الله جلبت كميات ممتازة من الأمطار الرعدية ونشاطا في سرعة الرياح في مناطق واسعة من غرب المملكة. يأتي ذلك نتيجة تأثر المملكة بهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي والحالة المطرية، والتي سببها وجود حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا متمركز فوق الأراضي المصرية مترافق مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة في طبقات الجو السفلى. هذا التصادف بالهواء البارد والساخن مع بعضه البعض يعمل على حدوث هذه الحالة الممطرة على غربي المملكة. كما نلاحظ يستمر تمركز هذا الهواء البارد فوق شمالي الأراضي المصرية أو فوق أواسط الأراضي المصرية وامتدى إلى المملكة خلال تقريبا 72 ساعة القادمة، وبالتالي يتوقع استمرار تأثر المملكة بهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى خرائط توقعات الهطولات المطرية، إذا هذه كانت توقعات الأمطار عصر ومساء اليوم، أمطار على أغلب الواجهة الغربية من المملكة كما تلاحظون. خلال ساعات الليل تقريبا تضعف فرص الهطول، تبقى في أماكن عشوائية ولكن بوجه عام تتراجع فرص هطول الأمطار في ساعات الليل، لأن طبيعة حالة عدم الاستقرار الجوي تتغذى على تسخين درجات الحرارة الذي يحدث في ساعات الظهيرة والعصر. بعض الأمطار قد تكون في مناطق ساحلية، لكن خلال ساعات نهار يوم غدا تعود مرة أخرى السحب الركامية الرعدية بالتشكل على أغلب الواجهة الغربية للمملكة، المناطق الجنوبية الغربية، المناطق حتى ربما مناطق المدينة المنورة والمناطق الشمالية الغربية. تكون هذه السحب الركامية الرعدية غزيرة في بعض المناطق تؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول، كما أنها تكون مرافقة أو تسبق باشتداد كبير في سرعة الرياح التي قد تؤدي إلى تشكل بعض العواصف الترابية والموجات الغبارية. هذه إذن توقعات الأمطار بمشيئة الله تعالى غدا في ساعات النهار، تمتد مع ساعات المساء بعض هذه الزخات الرعدية من الأمطار شرقا، ربما تشمل بعض من مناطق حائل والقصيم وأيضا مناطق في أقصى غربي محافظة الرياض وبعض الأجزاء الجنوبية الغربية تلك الشرقية الواقعة من المرتفعات الجبلية بمشيئة الله تعالى. أيضا من اللافت أن جمهورية مصر ستتعرض أيضا غدا لأحوال جوية غير مستقرة للغاية، أمطار رعدية غير معتادة في أواسط مايو متوقع أن تؤثر على كامل مناطق أواسط الأراضي المصرية وستؤدي تشكل السيول بطبيعة الحال في تلك المناطق. تعود مرة أخرى للهدوء الأحوال الجوية ليلة السبت على الأحد، وتتراجع الأحوال الجوية غير المستقرة، تكون في مناطق فقط متفرقة في بعض المناطق، لكن مع ساعات النهار تعاود مرة أخرى السحب الركامية الرعدية بتشكل على طول الواجهة الغربية من المملكة، وتكون بذات النسق أمطار رعدية غزيرة في بعض الأنحاء، وتمتد بعض من هذه الزخات الرعدية يوم الأحد تشمل أيضا منطقة حائل بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية هذه ليلة في العاصمة الرياض أجواء غائمة جزئيا، درجة حرارة 26 درجة مئوية، طقس معتدل بوجه عام إلى دافئ نسبي ولكنه بشكل عام مقبول في أغلب مناطق وأحياء العاصمة الرياض بما في ذلك أيضا مناطق واسعة من المملكة. الأحوال الجوية المتوقعة غدا نبدأها من المناطق الشمالية من المملكة في إسكاكا 38 إلى 25، في عرعر 38 إلى 24، في حين تبقى الفرصة مهيئة غدا لأمطار رعدية كما حدث اليوم في تبوك من 35 إلى 22 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة تكون الفرصة مهيئة للمدينة المنورة لأمطار رعدية من 40 إلى 28، جدة أجواء حارة من 40 إلى 30، في مكة المكرمة أجواء أيضا حارة 43 إلى 31، أجواء غائمة جزئيا. كنا قد توقعنا بعض الفرص الأمطار الرعدية في كل من مكة وجدة ولكن هذا لم يحدث، وعدلنا التوقعات عليه للأيام القادمة بناء على ذلك. في الطائف أمطار رعدية متوقعة كما حدث خلال اليومين الماضيين 31 إلى 19 درجة مئوية في ساعات النهار والليل. في الباحة وأبها فرص الأمطار الرعدية من 29 إلى 20 في الباحة، الفرصة أفضل في أبها من 28 إلى 19، أما في جزان في 36 إلى 31 درجة مئوية. في الإحساء من 40 إلى 23 أجواء حارة، في الدمام من 40 إلى 23 أيضا أجواء تكون نوعا ما يعني حارة، وحفر الباطن من 40 إلى 26 أيضا أجواء حارة بوجه عام ومستقرة. في العاصمة الرياض من 39 إلى 26، في القصيم غدا من 38 إلى 24 مع فرصة
ولو أنها ضعيفة لأن تهطل زخات رعدية من الأمطار مع أترب المثارة، الفرصة ربما تكون أفضل يومي السبت والأحد في حائل من 36 نهارا إلى 23 درجة مئوية في ساعات الليل. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال ثلاثة أيام القادمة، في يوم السبت 39 إلى 26 في الرياض، 40 إلى 26 يوم الأحد، وتبقى كذلك الحال يوم الاثنين من 40 إلى 27، والأجواء حارة للغاية في ساعات النهار. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية، صياما مقبولا، على أن نلقاكم إن شاء الله في نشرات جوية أخرى. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.